السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ترى كده في صوت بس يا جماعة قبل ما ابدأ إن شاء الله عمر جابر فارس أشرف منور حبيبي منور أبو حميد ربنا يكرمك إيه الصوت تمام كده عندك قبل ما نبدأ بس حبيبي حبيبي مروان معلش يا أسماء علوم عاملة معاك الصح والله بصي إحنا كلنا إحنا قلنا هنتبهدل كده شوي. بس ربنا يعينك ويوفقك لكل خير يا هلا يا هلا بالاحباب ربنا يكرمكم والله اهم حاجه بس يا جماعه الصوت كده تمام معاك الصوت تمام يا شباب عمر جابر من اسماعيليه اسماعيليه حاضر يا حبيبي والله انا كنت موجود عندك كده بس لسه والله ما ظبطناش حاجه للشغل الصوت تمام يا جماعه حد يرد عليا طب بالله عليك الصوت تمام اعتقد الصوت تمام تمام ولا مش تمام جماعة طيبة عليك يا أستاذ محمد. طب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. طلابنا المحترمين كده والله يعني فيديو سريع كده هكلمك فيه عن كام حاجة. الفترة الجاية إن شاء الله كده إحنا محتاجين شوية حاجات. نظبط فيها الدنيا فأنا حبيت بس أطلع للناس أعرفها إن شاء الله إحنا هنعمل في الفترة الجاية وربنا يكرمكم كده إن شاء الله ويوفقكم كل خير. طب مبدئيا ان شاء الله بالنسبه لمواعيدنا بكره طبعا يا جماعه من اول بكره ان شاء الله او الاسبوع ده احنا عندنا باذن الله مراجعتنا على الباب الثالث انا بس حبيت افكر الناس الناس اللي حابه تنضم لينا اي حد حابب ينضم لينا للمراجعه تشرف حضرتك معانا بكره ان شاء الله يا جماعه احنا هيكون عندنا مراجعه في مكانين زي ما حضراتكم عارفين هيكون عندنا الصبح الساعه 8 في امبابه رجاله امبابه انتظرونا باذن الله هنعمل لك مراجعه محترمه هنلم فيها الباب تماما وهنحل افكار عليه بس ارجو انك تستحملنا لان احنا هنطول عليه شويه ربنا يكرمكم كده ويثبتكم ان شاء الله وتستحملونا بكره طبعا بعدها ان شاء الله عندنا الساعه اتنين ونص هنكون موجودين في روتس يا جماعه في مدينه نصر واي طالب معرفش عرفش يحجز في اي مكان تقدر تروح على قاعه روتس على طول ان شاء الله هتلاقي مكان وباذن الله تخش تحضر معانا مراجعه لان باذن الله يا جماعه لا مراجعه وافيه احنا اجتهدنا فيها وباذن الله نقدم لك حاجه فيها محترمه جدا هتلم كل افكار الباب لان احنا لقينا ناس بتشتكي كتير من الباب التالت فباذن الله لمنالك كل افكاره هنعيد شرحه تاني احنا بنأكد ان هو المراجعه يا جماعه شرح وبعد كده حل شرح وبعد كده حل. بعد كده ان شاء الله اليوم التاني باذن الله احنا هنكون موجودين زي ما حضرتك عارف موجودين في بلازا وموجودين في حلوان ارجو ان اي حد يحب ان هو يكون معانا باذن الله المراجعه متوفره عند حضرتك وينزل ويحضر معانا ان شاء الله هتكون مراجعه وافيه وباذن الله قويه جدا نسأل ربنا سبحانه وتعالى من يعني السداد والتوفيق والقبول كده فيها باذن الله. ده أول حاجة بالنسبة لمراجعتنا على الأرض. طبعا كمان عندنا مراجعة بتاعتنا في شبرا بس للأسف احنا في شبرا أنا هم كلموني إن أعتقد الحجز قرب يقفل. فطلاب شبرا روح حضرتك سجل حجزك عشان إن شاء الله تحضر معانا مراجعتك. طب ده بالنسبة للجزئية بتاعة الأسبوع الأولاني ده. الحاجة التانية بقى يا جماعة بالنسبة لطلبة المنصة، طلبة المنصة حبيب قلبي حضرتك نازل لك المراجعة ما تقلقش زي ما أنا وعدتك. طب أنا وعدتك يبقى أنا بإذن الله هنفذ وعدي معاك. فباذن الله حبيبي ان شاء الله المراجعه نازله لك على المنصه اي طالب كمان ما قدرش ان هو يحضر المراجعه على الارض المراجعه ان شاء الله ورشه العمل كلها هتكون متاحه على المنصه وتقريبا هي هتخش تقريبا في حدود ست ساعات فاجمد كده بطل وربنا يكرمك ان شاء الله ده بالنسبه لطلابنا اللي موجودين على المنصه طلبه المنصه كمان احب انبههم لحاجه ان احنا خلاص حبيب قلبي قدامنا اسبوعين ونقف وطبعا احنا قدامنا اسبوعين يا جماعه ونوقف دي للاجازه باذن الله ده بالنسبه لكل الناس سواء حضرتك كنت شغال معانا على الارض في السناتر. أو شغال معانا على المنصة. حضرتك ليك إجازة معانا، هنختمها طبعاً تاني إن شاء الله بامتحان شامل. وبعد كده بإذن الله حبيب قلبي هنقوم مدينك إجازة. طب آه أنا بقى نصيحتي في الفترة دي، إحنا مجتهدين جداً في الفترة دي سواء أنا أو أنتو، لازم نبقى عاملين كده يا جماعة. الأونلاين يا مستر أنا بنبه تاني، حضرتك نازل لك ورشة عمل على الباب التالت نهاية الأسبوع ده بإذن الله. نهايه الاسبوع ده يعني قبل الجمعه الجايه ان شاء الله هتنزل وتكون متاحه لحضرتك اي طالب عايز ياخد المراجعه من خلال الاكواد ياخدها طالب اصلا مشترك معانا في الشهر هتنزل لك حبيبي زي ما انا وعدتك ما خالص طب ده بالنسبه لطلابنا طب انا نصيحتي بقى في الفتره الجايه ست ساعات ليا روان ست ساعات عشان ان شاء الله الم كل الافكار عشان ما كروتكيش يا روان عشان ما كروتكيش حبيبتي معلش اذا كنت انت بقى هتاخد ست ساعات وانتي فما بالك بقى انا وانا واقف وبعد كده هطلع أكمل مع زميلك. معلش. هو اللي عايز يتعلم كده احنا قلنا قاعده لا يستطاع العلم براحه الجسد دي. لو انت فاكره ان احنا هنحصل على علم واحنا مستريحين لا والله ما فيش حد هيحصل معاه كده تعب لازم تعب لازم لازم نجتهد ونتعب امال ايه احنا قلنا ايه لازم الارهاق ده ولازم التعب ده ولازم المشقه دي لانك بتطلبي حاجه ربنا سبحانه وتعالى امر بيها فلو انت بتطلبي عباده او بتطلبي علم اوعي تكوني فاكره ان الكلام ده هيكون بالراحه لا 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 ربنا سبحانه وتعالى قال عن عباده ان شاء الله اللي هيرفعهم الى مراتب عليا في الدنيا وفي الاخره قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين قره عين ان شاء الله ربنا هيقر اعيننا واعينكم بها باذن الله فنجتهد ونتعب كده طب بالنسبه للناس بقى حبايبنا المحترمين اللي بتسال كمان طب احنا عايزين نعمل ايه نصيحتي ليك بقى في الفتره الجايه بصراحه انا عامل الفيديو ده بالظبط عشان ال... عشان النصيحه دي بالذات نصيحتي ليك الاسبوعين اللي فاضلين دول يا مهندس لحد نهايه شهر واحد انت بتبذل فيهم قصارى جهدك بتلم اللي فات لم اللي فات حبيب قلبي انت مطلوب منك انك تجتهد لو عليك تراكم مفيش مشكله انا دايما اقول يا جماعه حضرتك تراكم عليك شيء خلاص ابدا بقى واحده واحده ذاكر الجديد وخد جزء من القديم ذاكر الجديد وخد جزء من القديم وانا بقول دايما ان كان من تقصير في اي جزء فانا انصح حضرتك وبقولها دايما كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان حضرتك ان شاء الله احسن في اللي جاي احسن في اللي جاي وربنا ان شاء الله يكرمك على قدر المشقه والتعب اللي انت هتشوفها في الفتره الجايه حتى ان كنت مقصر على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيطلع على عملك وان كان في اتقان فربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ويسدد خطاك ده اللي انا اعرفه ما تكلمنيش كلام غير كده اللي انا اعرفه ان الطالب باذن الله هيجتهد حتى وان كان مقصر في اللي فات من عمل صالحا كنت لسه بقول لزمايلكم امبارح في في السنتر قلت لهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا حياه طيبه انا اعتقد ان من الحياه الطيبه يا شباب ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك براحه البال ويمن عليك بالنجاح والقبول والسداد والتوفيق ده اللي انا اعرفه فما تقعدش بقى تسال اسئله كده بص احنا باذن الله ربنا يوفقك اجتهد وربنا هيوفقك طب يا مستر انا قصرت اجتهد في اللي جاي وربنا هيوفقك ده اللي انا اعرفه وقادر اجتهادك ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اعمالنا يا جماعه وشايف احنا بنعمل ايه وباذن الله ربنا هيكرمك ايوه كده زي ما محمود كاتب لك اعكف على الكتب وادرس تحس فخار النبوه فالله قال ليحيى خذ الكتابه بقوه نصيحتنا ليكوا دايما خذ الكتابه بقوه بس مفيش كده يا جماعه أخذ العلم واحنا واقفين وقاعدين وتعبانين ومش قادرين كل الكلام المحبط ده اللي احنا نقدر نعمله لا 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 احنا باذن الله قادرين بعون الله نستطيع بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وان هو سبحانه وتعالى يرزقنا الصبر والتوفيق باذن الله هنقدر ده اللي انا اعرف اعمله ده اللي انا اعرف اعمله كلام كله انا ما بقعدش احط ايدي على خدي واقول يا رب وفقني لا انا بجتهد وانزل واشتغل واتعب ويطلع عليا واقول يا رب وفقني فربنا سبحانه وتعالى باذن الله سبحانه وتعالى هيوفقني انا موقن بكده عندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا على اعمالنا اللي احنا بنعملها لان احنا باذن الله نبتغي بيها وجهه فحبيب قلبي اللي انا بنصحك بيه لا انت لازم تجتهد الاسبوعين دول تفرم نفسك الاسبوعين ثلاثه الجايين لازم تتعب لازم تتعب لازم تتعب بمعنى تتعب اجتهد بقى بص ان شاء الله توصل ل 18 ساعه و20 ساعه شغل انا مالي طب انا بقول لك كده ليه لان انا كمان عايزك تريح لما نقول لك خش ريح بقى يعني ايه ريح احنا عايزينك تاخد اسبوع تريح اسبوع تريح ليه يا بابا انت لازم تفصل انا شايف كده انا مدي الناس على الارض اجازه اسبوعين ليه انا مدي اجازه اسبوعين عشان حضرتك تريح مش عشان حضرتك تفضل تقول انا هلم اللي فات طب ما انت كده ما فصلتش حضرتك لازم على الاقل تفصل اسبوع والفصله دي يا جماعه اللي انتوا عايزين ان شاء الله اللي انتوا عايزين تريحوا فيها انا نصيحتي للناس فيها بقول دايما لو قعدت لك اسبوع كده مريح حبيب قلبي تقرب لربنا سبحانه وتعالى انا وانت الدنيا واخدانا وبننزل مطحونين في شغلنا وانت مطحون في مذاكرتك وانا عارفك لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله اذا فرغت فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فيكون عندك رغبه لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليك لاننا وانت مقصرين في عبادتنا واحنا في وقت الدراسه مقصرين مهما حاولنا ان احنا نجتهد واحد يقول اصل انا بصلي يا حبيبي اللي احنا بنعمله ده يعني بص ده تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد لايه للسفر الطويل انا وانت بنهيئ الزاد عشان انا وانت مسافرين وانت عارف مسافرين يعني رايحين لربنا سبحانه وتعالى فانا عايزك تاخد اجازه اسبوع تفصل فيها خالص عن ثانويه عامه ترجع بعدها ان شاء الله متجدد النشاط عشان تقدر ان شاء الله تواصل الاربع شهور او الخمس شهور اللي فاضلين لحد ما توصل لامتحان اخر السنه فنصيحتي ليك اجتهد وخلص كل شغلك عشان لازم تفصل اسبوع، انا نصيحتي اسبوع اجازه اقل حاجه، لازم الطالب يفصل ما يقدرش يفضل شغال السنه كلها ولانه والله حاسس بيك وعارف انت قد ايه بتعاني وتعبان. يا يعني جماعه لو انت فاكر ان انا اه بكلفك بحاجات وانا مش عارف انك تعبان يبقى انت بتهرج بقى، يبقى انت بتهرج، ازاي انا مش حاسس بيك وانا عارف انك بتتعب؟ يا بابا ما تقولش الكلام ده، احنا حاسين بيك ومقدرين تماما قدر المجهود اللي انت بتعمله، ومقدرين حجم الضغط العصبي على فكره والنفس اللي عليك في السنه دي. سيبك ان احنا اه جزء من الضغط ده بس احنا عارفين انا بقولها دايما واوعى تنسى يا ابني ومن يك راحما فليقص احيانا على من يرحمه والله ده من رحمتي بيك ان انا عايز اشوفك كويس فبضغط عليك عشان اطلع افضل ما عندك وانت لو قعدت مع نفسك بضمير وحكمت نفسك كده حكمت ضميرك وقلت ايه هو انا من غير شده هاجي تقول لا والله الراجل ده عنده حق والراجل ده خايف عليا وقسما بالله احنا خايفين عليك وعايزينك باذن الله في افضل الاماكن لان احنا بنبتغي دايما في عملنا ان احنا نشوف طلابنا افضل مننا باذن الله فباذن الله ربنا يوفقكم اجتهدوا واشتغلوا هنوافيكم بكل جديد ان شاء الله في فيديو كمان نازل كمان يومين ثلاثه هناكد فيه يا جماعه باذن الله على الحاجات اللي احنا هنقعد باذن الله او الاماكن اللي احنا هنقدر ان احنا نتواجد فيها تاني ارجو ان الناس تشتغل تجتهد نسالكم يا جماعه كمان لينا باذن الله كده يعني دعائكم الطيب والله يعني عسى ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتقبل من حد فيكم فيرفع بها درجاتنا يعني نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجمعنا ان يجمعنا واياكم على خير الناس اللي احنا بنشوفهاش على الارض صدقني انت من احبتنا نرجو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكتب لنا ان احنا نلقاك في يوم من الايام وان احنا نشوفك شرف لينا ان احنا نقابلك ما تقولش ان احنا مش عايزين نشوفك ولا حاجه لكن والله ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشايف احنا مجاهدين قد ايه من كم شغلنا ولكن والله اي مكان نقدر نوصل ليه باذن الله هنوصل ليه وربنا يوفقنا ونقابل الطلاب يعني كفايه ان احنا نشوفك كفايه ان احنا نشوفك احمد بيقول لي يا مستر انا مطرود رجعني بقى ارجع يا استاذ احمد وفكرني ان انت كلمتني في اللايف ماشي يا عم مع ان انا ما اعرفش انت مشيت ليه بس هي الفكره كلها يا جماعه احنا بنجتهد باذن الله وربنا يكرمنا واياكم ويوفقنا لكل خير ارجو ان انا ما اكونش اثقلت عليكم باذن الله في فيديو قريب ان شاء الله هنرد فيه برضو على تساؤلاتكم وعلى الاماكن اللي احنا هنقدر نكون موجودين فيها نشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته